أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم حسين صاف، المؤسس الشريك لمبادرة الإعلام الذكي لإفريقيا سمي أفريكا، المبادرة التي توجت هذا الأسبوع على بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لسنة 2024. أهلا وسهلا حسين صاف، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. بداية سي حسين، بغينا نبدا تعريفية عن المبادرة الإعلامية الذكية لإفريقيا ودوافع التأسيس. هو في الحقيقة المبادرة الإعلام الذكي فكرة نشأت مع الكتاب الأبيض للصحافة الإلكترونية التي قدمت توصيات. أقول من هذا المنبر أنه ليومنا هذا هذه التوصيات لم تنفذ على أرض الواقع، وهي مرتبطة أولا بالمضمون الرقمي، ثانيا بالاختيار التكنولوجي أي الاعتماد على التكنولوجيا أساسا. نحن نتكلم عن 2013 الكتاب الأبيض للصحافة الإلكترونية الذي تم اعتماده من طرف الوزارة الوصية، وجاءت الفكرة أن الرقمنة خاصة في القطاع الإعلام أصبحت تتطلب مهن جديدة، مهارات جديدة لازم يستفيد منها الصحفيون، ولازم الممارسة في حد ذاتها تغيرت رأسا عن عقب، فلازم تسير ركب التطور. والفكرة أن الآن الرسالة الصحفية لا يمكن أن تنقل بالطرق التقليدية أي بالافتتاحيات أو بالمقالات أو فأصبحت أجناس صحفية جديدة وتغيير جذري، ودخول الذكاء الاصطناعي قلب كل الموازين. إذن حتى يتماشى هذا التحول مع متطلبات المهنة لازم تغيير، وتغيير جذري أي تصبح المهنة الصحفي أو الإعلامي تعتمد على في شكل خدمة تؤدى بناء على طلب. نعم. بناء على عرض وطلب. نعم. فإذا لم تتحقق هذه المعادلة لن يكتب النجاح لأي مشروع إعلامي. نعم. سمي أفريكا شاركت في النسخة الأولى لمعرض جايتكس بالمغرب، ما علاقة سمي أفريكا بمعرض جايتكس؟ قبل الكلام عن معرض جايتكس وعن القمة العالمية لمجتمع المعلومات، حظيت الفكرة للإعلام الذكي في 2018 إلى تتويج من طرف القمة العالمية لمجتمع المعلومات. ما هي القمة العالمية لمجتمع المعلومات؟ وهي تنظيم دولي يجمع الحكومات إلى جانب الشركات إلى جانب المجتمع المدني والمنظمات الدولية. فالآن هذا هو المقياس الذي يقرر من أجل البشرية. فقدمنا خلال 2018 فكرة الإعلام الذكي على أساس أن الإنتاج الصحفي أصبح يحتاج إضافة إلى الكفاءة الصحفية يحتاج إلى الكفاءة الرقمية أي إلى مهندس المعلومات وإلى جرافيك ديزاينر أي جمالية العرض والأشكال حتى يمرر الرسالة الصحفية. نعم. هذه الفكرة حظيت بجائزة 2018 للقمة العالمية، هذا أول تاريخ. نعم. لهذا المشروع مع الـ مع الـ نعم. مع الـ القمة العالمية. الآن في معرض جايتكس السؤال ديالك ما هو؟ بالنسبة لمعرض جايتكس، شاركتوا في النسخة الأولى لمعرض جايتكس بالنسبة لمباراة سمي أفريكا، شنو هي التقييم ديالك لهذا المشاركة، وما هي يعني التصورات ديالكم على هذه المشاركة الأولية؟ شكرا. فبعد التميز من حيث الفكرة قدمنا المشروع إلى جايتكس إفريقيا الذي يقام
أقيمت الدورة الأولى السنة الماضية في ماي 2023 بمدينة مراكش، وهي أول دورة من الدورات العشر التي تعاقد أو فاز بالتعاقد معها المغرب مع المعرض الأم اللي هو عنده أكثر من 40 سنة ومعروف على الصعيد الدولي بدبي بالإمارات العربية المتحدة. فهاد جاي تيكس إفريقيا موجه ليس فقط للمغرب بل مفتوح للسوق الإفريقي. وقدمنا المشروع وتم انتقاؤه وعزله من ضمن 100 مشروع من العالم ومن إفريقيا. وحاز على صفة مشروع ابتكاري. هذه أول قصة لمبادرة الإعلام الذكي مع جايتكس في دورته الأولى. إذن ستكون هناك دورات مقبلة. الدورة الثانية. نعم. الدورة الثانية بعد التألق المستحق في الدورة الأولى قدمنا الملف لجايتكس لنكون لنأخذ صفة شريك إعلامي، وهذا مكسب كبير حصلنا عليه هذا الأسبوع. جايتكس الأفريقي في المغرب وجايتكس دبي. فماذا كيف قدمنا الطلب لنكون شريك إعلامي للدورة الثانية بمراكش في ماي المقبل 2024. فكانت لنا المفاجأة أن تم قبول طلبنا لنكون شريك إعلامي لهذه الدورة، وفي نفس الوقت للدورة الأصلية التي ستقام في أكتوبر في دبي. نعم. وهذا شرف لنا وشرف للمغرب وشرف للشباب الصحفيين اللي عندهم ثقة في هذا المشروع. إذن كانت هناك مكاسب أكيد من تنظيم المغرب لجايتكس. ماذا سيربح أو ماذا سيربح المغرب من تنظيم معرض جايتكس؟ قبل الجواب على هذا السؤال أريد أن أشير إلى مكسب آخر هذا المشروع في خضم هذه التطورات السريعة. حصل على جائزة من القمة العالمية لمجتمع المعلومات لسنة 2024 فئة الإعلام. ما هي جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي لا علاقة لها بجائزة 2018؟ هذاك عندها تنظيم آخر، هذا عنده تنظيم مرتبط بالأمم المتحدة. فقدمنا المشروع في صيغته الجديدة وتم انتقاؤه كأول مشروع مغربي يتم انتقاؤه منذ إحداث هذه الجائزة سنة 2012 ليومنا هذا. لم يحظى أي مشروع إعلامي مغربي بهذا الفوز. فكنا والحمد لله الوحيدين في إفريقيا التي حصلت على هذه الجائزة هذا الأسبوع في خلال فترة العيد. تلقينا هذا الخبر الصار. وتعلمون أن هذه الجائزة هي في الحقيقة 18 جائزة. نعم. من ضمنها فئة الإعلام. نعم. كاين الفلاحة، كاين الذكاء الصناعي، كاين واحد العدد ديال 18. وشاركوا 1049 مشروع من مختلف دول العالم. نعم. فكنا 20 اللي تم انتقائهم في المرحلة الأولى خلال شهر رمضان. نعم. وتم هذا من طرف الخبراء، لكن بعد انتقاء 20 مشروع احنا من ضمنهم تم عرض التصويت الإلكتروني على العالم بكامله. نعم. انتهى هذا التصويت يوم 12 أبريل في خلال الأسبوع الماضي، وكنا من ضمن الفائزين لكي تسموا جائزة الشامبيون. الشامبيون بقينا احنا 5 من ديك 20. نعم. من ضمننا مشروع من الإمارات العربية، مشروع من السعودية، ومشروع مغربي. نعم. ونحن الوحيدين في إفريقيا، وكما قلت المشروع الوحيد في الإعلام منذ إحداث هذه الجائزة العالمية. وإذن متى ستسلمون الجائزة وفي أي دولة سيتم الاحتفال التتويج؟
تلقينا الدعوة الرسمية اللي نكون إن شاء الله حاضرين في شهر في 28 ماي المقبل في جنيف، وسنتسلم هذه الجائزة من يدي الكاتب العام للاتحاد الدولي للاتصالات. نعم، تهانينا الصادقة عزيز حسين، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونضرب لكم موعدا جديد.